أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. واصل فريق الأهلي انتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش في المباراة اللي فاز فيها 2-0 في اللي جمعتهم امبارح على استاد الكلية الحربية في المباراة المؤجلة من الجولة 22 لبطولة الدوري. سجل أهداف الأهلي محمد مجدي قفشة في الدقيقة 46 وعمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 90. بالنتيجة دي حافظ الأهلي على قمة الدوري برصيد 59 نقطة، طلائع الجيش في المركز 17 وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة. محمد مجدي قفشه صانع العاب فريق الاهلي حصل على لقب افضل لاعب في مباراه فريقه قدام طلائع الجيش بعد اختياره من رابطه الانديه المحترفه، وده بعد الاداء الجيد اللي قدمه خلال اللقاء واحرازه طبعا لهدف. اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة علي معلول لاعب الأهلي لجائزة لاعب الجولة بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير في سباق أفضل لاعب في الجولة 29 في الدوري المصري. منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا هيخوض مباراة ودية يوم 18 يونيو اللي جاي أمام منتخب جنوب السودان، واتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع السودان على استاد القاهرة الساعة 8 بالليل. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش عن اختيار الثنائي المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالميا للرجال، ونور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الأولى عالميا للسيدات كأفضل لاعبين في شهر مايو، وده بعد ما نجحوا في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للنسخة الثالثة على التوالي. شهدت تدريبات فريق اتحاد جدة السعودي امبارح احتفال نجوم الفريق بقدوم المولود الجديد للنجم المصري أحمد حجازي واللي أطلق عليه اسم ريان. النادي السعودي عمل تورتة خاصة احتفالا بمولود حجازي وشارك رئيس نادي الاتحاد في الاحتفال. كشف نادي أرسنال الإنجليزي امبارح النقاب عن قميصه الجديد لموسم 2023-2024 رسمياً، وهيرتدي الجانرز قميصهم الجديد في مواجهة وولفرهامبتون بكرة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي. وخلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع باسنتو شاذلي. عودة لكم مرة تانية باسنتو شاذلي. شكراً ليك يا هالة.